وآخر الأخبار. الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد العلم، زيادة الإنفاق على البحث العلمي إلى 17.5 مليار جنيه. انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الكويتي المشترك. اليوم الشريف إسماعيل يعقد اجتماعا مع وزراء المجموعة الاقتصادية. 2.9 مليار دولار إيرادات قناة السويس في 7 أشهر. الرأي، إثيوبيا لن تبدأ التخزين بسد النهضة هذا العام. مقتل تكفيريين وتدمير نفق بسيناء. الصحة تخصص خطين للإبلاغ عن شكاوى الأخطاء الطبية وجرائم نقل الأعضاء. فتح باب التحويل لحاجز الإسكان الاجتماعي اليوم. الدولار يسجل 17.84 جنيه في تعاملات الاثنين.